الإرهابي سجد دليمي أولادها وتقبلهم بعدما أطلق سراحها في صفقة التبادل. لا يمكن إلا أن نتذكر كيف حضن والد الشهيد علي البزال صورة ابنه يوم تبلغ نبأ استشهاده على يد هذه المجموعات الإرهابية. وعندما تشاهد أولاداً بين أعلام جبهة النصرة تتذكر كيف شاهد أولاد الشهداء وعائلاتهم جثثاً ملفوفة بالعلم اللبناني. ناس يا امي صل عمر العصير يا ماما، ناس يا عمري لا زعلان مني يا ماما، ما خليت شيء ما عملت لك يا اخي يا جاري يا عمري، شو بدي اوصك يا قلبي. سجى حررت، اما علي ومحمد فارتقيا شهيدين. انا عندي اخي بالنصره وانا زوجتي البغدادي على ما هيك اظن، يعني بيقولوا انه زوجتي البغدادي بس ما بعرف. خالته طيب بقولوا انك زوجتي البغدادي، انت كنت زوجة انا طليقته من 6-7 سنين، ما كان بغدادي. هل اخذتي قرار بالانتقال الى بيروت لعيش هناك؟ لا انا راح اطلع على تركيا. شو القرار اللي اتخذتيه؟ بكمل بسبوراتي اطلع على تركيا. يعني هلا حتكوني في بيروت ومن بعدها ستحاولي انتقال الى بلد اخر. بقي علي ابن الشهيد محمد حمية يعد على انامله اشهر غياب والده المخطوف إلى أن استشهد والده. لهؤلاء أولاد فرحون بلقاء أبائهم، وللشهداء العسكريين أبناء حرموا اللقاء مدى الحياة.